بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل اليوم بمشيئة الله تعالى شرح مادة التفسير للصف الأول الثانوي الأزهري، وما زلنا مع سورة النبأ، ولقاؤنا اليوم مع تفسير الآيات من السادسة إلى السادسة عشرة، وهي من قوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا، إلى قوله: وجنات ألفافا. وهذه الآيات تتحدث عن بعض أدلة القدرة الإلهية، فما علاقة هذه الآيات بما قبلها؟ الآيات السابقة كانت تتحدث عن البعث وإنكار المشركين له، فما علاقة هذه الآيات بذلك؟ هذه العلاقة تحتمل وجهين. الوجه الأول أن نقول: لما أنكروا البعث قيل لهم: ألم يخلق من أضيف إليه البعث هذه الخلائق العجيبة؟ فلم تنكرون قدرته على البعث؟ وما هو إلا اختراع كهذه الاختراعات. يعني من قدر على خلق هذه الأشياء قادر على إحياء الناس بعد الموت. الوجه الثاني أن نقول: قيل لهم: لما فعل هذه الأشياء؟ والحكيم لا يفعل عبثا، وإنكار البعث يؤدي إلى أنه عابث في كل ما فعل، أي أنه لو لم يكن هناك بعث لكان خلق كل هذه المخلوقات عبثا. ألم نجعل الأرض مهادا؟ معنى مهادا: فراشا فرشناها لكم حتى سكنتموها. والجبال أوتادا، أي أوتادا للأرض لئلا تميد بكم، ومعنى تميد: تضطرب وتتحرك. وخلقناكم أزواجا، أي ذكرا وأنثى. وجعلنا نومكم سباتا، معنى سباتا: قطعا لأعمالكم وراحة لأبدانكم، والسبت هو القطع. وجعلنا الليل لباسا، أي سترا يستركم عن العيون إذا أردتم إخفاء ما لا تحبون الاطلاع عليه. وجعلنا النهار معاشا، أي وقت معاش تتقلبون في حوائجكم ومكاسبكم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، المراد بالسبع الشداد سبع سماوات. ولفظ شدادا يحتمل معنيين. المعنى الأول: شدادة جمع شديدة، أي محكمة قوية لا يؤثر فيها مرور الزمان. والمعنى الثاني: شدادة، أي غلاظا غلظ كل واحدة منها مسيرة 500 عام. وجعلنا سراجا وهاجا، أي مضيئا وقادا، أي جامعا للنور والحرارة، والمراد بالسراج الوهاج الشمس. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات تحتمل معنيين. المعنى الأول: المعصرات، أي السحائب إذا أعصرت، أي شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر. المعنى الثاني: المعصرات هي الرياح، لأنها تنشئ السحاب وتدر أخلافه، والأخلاف جمع خلف وهو الضرع. ومعنى تذر أخلافه، أي تنزل ماء دافقا منهمرا بشدة وقوة، فيصح أن تجعل مبدأ للإنزال. ماء ثجاجا، أي منصبا بكثرة، لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج به، أي بالماء، فالضمير هنا يعود على الماء. حبا، أي كالبر والشعير، والبر هو القمح. ونباتا، أي كلأ، والكلأ هو العشب الذي ترعاه الماشية. وجنات ألفافا، جنات أي بساتين، ألفافا ملتفة الأشجار. ولفظ ألفافا لفظ يدل على الجمع، فما مفرده؟ في ذلك أربعة أقوال. الأول: المفرد لف كجذع وأجذاع. الثاني: مفرده لفيف كشريف وأشراف. الثالث: لا واحد له، أي لا مفرد له، كأوزاع. وأوزاع معناها جماعات، وهي لفظ لا مفرد له. الرابع: هي جمع الجمع، فهي جمع لف، واللف جمع لفاء، وهي شجرة مجتمعة. يعني الشجرة المجتمعة تسمى لفاء، وجمع لفاء لف، وجمع لف ألفاف. ونواصل في لقاء آخر إن شاء الله.